500 متر في شارة العاصمة المدعوم من السيد صالح بن راشد الدعب الدعم الرسمي لسباق هذا اليوم بمناسبة فوز العاصمة للسيد جار الله بن محمد بن عقيل في المرموم بالشوط الرئيسي. في هذه اللحظة تمت انطلاقة الشوط اللي في أول المراكز في هذه اللحظات عادوا عزام للسيد علي بن سعد بن كخان مع عزام في أول المراكز هذا هو شعار مهيض اللي عرفته كل الميادين في هذه اللحظات متواجد في هذا الشوط لكن على ظهر عزام. اما في ثاني المراكز اللي تسلل في هذه اللحظات هذا هو سعد للسيد عبد الله بن حزام الزامي مع سعد في اول المراكز وتسلل من الجانب الايمن. اللي في اول المراكز هذا هو سعد للسيد عبد الله بن حزام الزعبي. اما في ثالث المراكز تسلل من الجانب الايمن رقم 16 غير مدون عندي في هذا الكشف في ثالث المراكز اللي في ثاني المراكز اعتقد ان هذا شعار السيد سعد بن هادي بن سالم اللفجح من حسب اشعار في رابع المراكز رقم 3 عزام للسيد علي بن سعد بن كخان ولكن اللي في اول المراكز غير مدون عندي في هذا الكشف هذا في هذه اللحظات ولكن سعد من الجانب الدوني يحاول ان يتسلل سعد للسيد عبد الله بن حزام الزعبي ولكن المجهول الذي انتزع المركز الاول في هذه اللحظات ولكن سعد المجهول ولكن المجهول ان قلت هانيا للراعي المجهول الذي انتزع المركز الاول في ثاني المراكز سعد للسيد عبد الله بن حزام الزعبي في ثاني المراكز مع سعد. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:15:89 و89 جزء من الثانية. نقول تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.